التغريدات ما تعمل شيء ولا تعمل رأي ولا رأي عام مضاد. التغريدات يعني مجرد وجهات نظر، العمل على أرض الواقع. اليوم حيدر الملا اتهم اتهام واضح سيد الحلبوسي بمحاولة الاعتداء عليه من قبل حمايته. احنا سوى قال واحد من اللي زمناهم هو يشتغل في فوج الحماية. قد يكون هذا عنده مشاكل ويا حيدر الملا. خوما مجرد يعني بعد اقول لك ستنا هاي الحرب الاعلاميه احنا نعرفها. ثاني خاف واحد يقول دافع عن الحرب، يعني حيره ويا العراقيين بالقران في اخبار تحكي قال لك دافع، تنتقد قال لك خذلك وياه. يعني هل معقوله انا اليوم عندي هاي السلطه كلها وهي دا وجهها لحيدر الملا؟ هل معقوله انا عندي هاي السلطه كلها وادز لك واحد جندي بالفوج الحمايه مالتي يضربك ثنتين ثلاثه تروح تشبس ايدك ومحاوله اغتيال وحاولوا يقتالوني؟ دقعد يا عم دقعد قاضيها ويا الوهابيه والسلفيه دقعد على اي حال. هاي السيد الحلبوسي يقدر يفر لألف مره.